Bellingham, caiu a mamilha, Vinícius! Vinícius! Vinícius, gol! في المباراة الأولى يوقع على أول أهدافه في المباراة الأولى يسجل أول الأهداف ويدخل قلوب الوصلاوية بدون استئذان إنه ليما لكنه ليس فابيو بل هو فينيسيوس هو فينيسيوس أول مباراة أول هدف أول هدف للوصل في الدوري يدخل بدون استئذان إلى قلوب الوصلاوية ما في أحلى من أنك تسجل أول هدف في أول مباراة لك ما في أحلى من هذا فينيسيوس يوقع ويمضي على الهدف الأول يسجل الهدف الأول والوصل يبدأ المشوار يطلق الرصاصة الأولى الضربة الأولى في الموسم الجديد عن طريق الوافد الجديد عن طريق ليما عن طريق فينيسيوس مواسم في 2015-2016 كرة تعود إلى فينيسيوس من ليما الأول إلى ليما الثاني ليما الله السهل الممتنع من ليما نزل في الشوط الثاني فسجل الهدف الثاني هكذا هو ليما بكل بساطة بكل أناقة بكل جمالية بكل اقتدار إنه ليما 19 هدف في الموسم الماضي أول أهدافه بعد نزوله الهدف الثاني في الشوط الثاني من ليما من ليما من ليما يا سلام شوف الكرة من ليما الأول إلى ليما الثاني والهدف الثاني لمصلحة الإمبراطور عن طريق فابيو عن طريق فابيو شوف الكرة يا حالاتك يا روقانك ليما يسجل بالسهل الممتنع يسجل لأنه يعرف جيدا طريق المرمى وخسارة نقاط ثلاث مهمة جدا يا سلام انطلاقة سالم العزيزي لوحده تماما العزيزي العزيزي تكتيزي إنه سالم العزيزي الله عليك وعلى هدفك على هدفك يا سلام يا سلام يا سلام شوف يوسف أحمد من الدكة هذا سالم العزيزي اللي سجل هدف شبيه بهدفه في كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي في مرمى الوحدة في استاد خليفة بن زايد في مدينة العين لما سجل بهذه الطريقة وبهذه الكيفية ومن هذه الزاوية تحديدا سالم العزيزي أي هدف يا حبيبي